يلا. ليش غير؟ لأن بشاير مو معنا بالمقدمة، صح؟ صح. ليش؟ لأن احنا قلنا لها روحي شغل السيارة انتي وفروحة، واحنا الحين بني عشان نسوي المقدمة. المهم اليوم عيد ميلاد بشاير. طبعا ولا واحد منا قال لها كل عام وانتي بخير. شوف شوف، الحين احنا قلنا لها خلينا نروح مطعم، صح؟ ايه قلنا لها بنروح نتغدى بالمطعم، بس احنا نسوي لها مفاجأة هناك. وغير مفاجأة المطعم، احنا رايحين نجيب لها هدايا بالاساس. راح نوريكم بعد المقدمه شلون رحنا شرينا الهدايا وهي ما تدري. كلش ما تدري. وراح نفاجئها بالمطعم بالهدايا. وكتبوا بالكومنتات منو احلى هديه. اكيد هديتي انا يا روان. اي اي اكيد هديتي انا يا بوبو. عادل بروحه هديه، وبوبو بروحه هديه، وروان وحنان جايبين هديه واحده. لان شنو؟ لان احنا قويين. بس على هديتنا احنا. المهم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء اهم شيء اهم شيء كون الايتم شو BHO2KW. ولا تنسون تكتبون بالكومنتات حق بشاير كل عام وانت بخير. اوكي اوكي، ها يلا نروح المطعم. يلا بالسياره، لا تبينون حق مامانكم تدرون عن شيء. هاي يا جماعة، الحين احنا جايين نشتري هدية حق امي لان عيد ميلاد ماما باكر. يلا يا جماعة شوفوا شنو راح نشتري حق امي وماما تحب تشوي. ايوه هذه هديتنا بس احنا ونحب تشوي. الحين وصلنا، بنختار عقد حق امي. تشوكر كذي حلو درب وسوارة وتراتشي ولبي خاتم. امي مقص خاتمها كم؟ 57. ايه، وايدها ما ندري كم مقاسها. ايدها نفس حنون، ايدها نفس ايدي. ايه، فبنجرب علي الحين، بننقي وياكم. شوفوا وقولوا لنا شنو احلى بالكومنتات. يا جماعه دورنا وايد وايد، لقينا واحد قوي، بس بنوريكم شنو يعني اللي محتارين فيهم. وشوفوا ذوقنا، وادري ذوقنا هذا جبار. يا جماعه شوفوا هذا وايد حلو، عاجبني. يا جماعه اثنين، انا وياها واحد. سالفة صدته اول، بس يلا. ايه المهم شوفوا وايد حلو، امي تحب كذي. شوفوا التراتشي من عليكم. الحين بنكتب حق امي رساله من كل قلبي، ويعني من اعماق قلبي. كل عام اشوف وحش الخط. شو الخط؟ خلاص والابتدائي شو نسوي بعد؟ يلا روان تعالي رسمي. اشوف شو انت عايز رسمي. الله على الخط، لا حلو حلو. طيب يلا الحين روان ترسم، لان هذا اختصاص. اي رسم؟ لا بعد ميلاد ابوي رسمتي ابوي، الحين ترسمين امي. شنو؟ الله. نشوف نشوف نشوف، امي مطلعه لسانها. الله. يلا روان دفعي، يلا دفعي. بس امي تستاهل والله. صح، ما شباب احنا وين؟ في ابنيوز. ابنيوز شو عندكم؟ الميلاد امي راح اشتري لها، بس انا راح اشتري ملابس. عادي شو تشتري انت؟ انا ابي عطر. عطر؟ اه، تسوي مفاجاه حق امكم ها؟ ايه، احنا قصينا عليها وقلنا لها بنروح نشتري شيء حق الجيمنج. حق الجيمنج روم ها؟ ايه، بس قدامنا. يلا يلا فوقه. ها عادل اخترته؟ ايه. شنو اخترته؟ شوف العطر. هذا. اي يابا، اشوف. حطه. حلو، بيجي مع حلو؟ هذا وياه شنو؟ شوف. بادي كريم. وياه بادي كريم بعد. احسن ناخذ وياه بادي كريم عدل، صح؟ ايه، الحين انا باخذ هذا. خذيت هذا اللي مع بادي لوشن؟ ايه. خلاص زين، احسن يعني عطر وبادي لوشن بعد. ايه.
يلا ها عادل خلصت خذيت الكيس يلا بس لازم نخشة ها يشلون خشة وما تشوفها هي أنا بالبيت بالبيت خشوا انا اخش لكم شرينا كل شيء بنشر ملابس وشريت عطر انا شريت مشاعر دم وبعد شريت اربع ملابس بوبو شرى اربع ملابس من اتش اند ام وعادل شرى عطر وبدي لوشن ها ايه راح تستانس امكم وايد وشكرا شكرا ان انتم تذكرتوا امكم عيد ميلادها لا بصور مقدمه يعني احنا مو مصورين شلونكم شلونكم بخير اليوم الجو بديع ولطيف وجميل وكل كلام حلو عن الجو كل شيء بابا انا بروح اطير وين بوبو طار بوبو اختفى بالسماء عشان الجو حلو زين اليوم طبعا احنا كل سبت نطلع طلعه عائليه السبت هذا قررنا نروح مطعم اسمه بيلي جوز اوكي بيلي جوز احنا رايحين من قبل وايد لذيذ نحبه وكذي بس وايد 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 دي ماما قاصدهم في روبيان وروبيان ولا نكمل في باستا بعد انا ما اكل روبيان فلفل بس هذا لانه حلو اي والله ناكله حار والله حلو انا خلصت سان كامل قبل لا نكمل الفلوق لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وكود الايتم شوب PHO2KW قناة عادل PHO2KW بسوي مقدمة حنان وروان مو دايقين المطعم فاحنا اليوم بنذوقهم اياه اوكي فبطلب لهم كذا شيء اللي احنا عجبنا عشان ياكلون ويانا بس اللي دايقين ماما وبابا وانا وفروحه وبوبو طبعا مقايلنا لان يعني احنا ما ادري مو بناتهم شنو ما ادري ما يطلعين بدوننا احنا قلنا لكم انتم تقولون انتم نايمين كنتوا نايمين اي صح كانوا نايمين صح يقولون قلنا نوم عادل انت شنو تبي انا ايه ابي بوفالو جوانح وابي ربيان حار ايه وابي اخذ المطعم كله يبقى احسن ايوه يعني بتاكل كل هذا وابي بعد فرايز اخر مره اكلت كل هذا ايه وبعد فرايز والباستا نسيتها اي باستا ابي الباستا الباستا احسن شيء فيها ناعمه بوبو شنو تبي شيء ناعمه اما قبل اقول شنو ابي يعني بسوي اكثر ضحكه تخرب يلا بسم الله الرحمن الرحيم ين ين الصبي كل هذا عشان المطعم حلو نسيت شنو تبي يلا عشان نطلب ابي ربيان فلفل ابي ابي شنو هذا بافلو اي ابي بافلو جوانح اي وابي بطاط جوانح بس ياكل وياك عادل بعد خلاص شيرنج يعني وابي بيبسي خلاص بيبسي طلبين لهم بسرعه يواعه يلا فرح لا تغطي الشاشه طلبين لهم بسرعه ترى يواعه ميتين من اليوع انت شو تبين حنان وي ابي على ذوق بابا على ذوقي ذوقي انا وانت يا روان انا بكل شيء صراحه كل شيء خلاص طلبين لهم هم ربس يلا روان يعانى بعيونها بس ترى لا لا طلبوا ريبس وجربوه عجيب والله يعانى انت شو تبي كل شيء انت كل شيء تبي شوفوا فروحه شلون تصور تعالي مني فروحه يلا يلا طالعيني يلا صورك يلا سوي حركه واو ترى قاعد اقص عليها يعني قاعد اصورها فوتو بعد يلا سوي حركه ثانيه كذي احنا نصورها عشان ننزلها بانستغرام بعد حركه واو باق حلو اشوف باق اوه يلا صورتك خلاص يلا تعال بابا نوديك داخل بنمشي بنوريك مكان وايد حلو وايد حلو مكان خاوي روح صورنا داخل خاوي تبغى اصوركم يعني انا بس موجود داخل بلي انا بسمي المكان مكاني لا بسمي المكان سوبر مكان سوبر مكان زين الحين بيبون الاكل يبا بناكله بعدين نروح داخل لا 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 لا, 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 لا تعال تعال هو بس موجود هني بالجو يلا 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 روحوا روحوا صورنا يلا الحين اجيكم
فرح حلو. شو تبي فرح؟ ها؟ شنو؟ قولي شو تبي؟ قفشة. أبي قفشة. قفشة. ما شاء الله. زين يعني قولوا مثلا ننطر أبوي خلصتوا الأكل. توه هذا جايبينه بس يعني. أنا أدري أنا كنت قاعد أصورهم داخل شفتوا من حاشة وركض. يوم جيت ولا حاطين الأكل عرفت ليش؟ إيه هذا يبونه كومبليمنتري. إيه يعني هذا حق إيه هذا يبونه على طول لذيذ. بابا هلا. انا خشيت رحت ورا ما رحت من تحت من هذا اي طلعت من الجامع بعدين رحت بالخنفه ورب الكعبه بعدين طلت الباب رحت صج اشوفك انا حشت. تبون اسوي لكم فيديو انستغرام وانا اكل البطاطا كذي؟ وصل 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 هذه ربيان عادل وصل ربيان هذا ربيان البفلو شوفوا هذا البطاط مع لحم خوي جيل المطعم هذا وما يجرب هالبطاط ما شنية ماما هذا الصلصة وايد حلوة وبعد تحتاجون جلوز هذه بدون جلوز اوكي وتشوفوها حار هذا سبيشالتي مالي اوكي خلنا ناخذ هذا سبيشال مالي انا يعني لازم يسمونه عادل هذا حار 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 بوبو تو قالينا اح والله حار ماما حلو حار ها بوبو حلو هذه الباستا وسلطه بحط الحين حق عادل سلام ابي كل شيء كل شيء فرح تنقي باستا باستا شاطرة فروحة هذه الصمونة مشهورة عندهم برجر ويا ربز الحين صمونة عندي بالعافية بوبو صمونته بس نحط له تشيز ولحم حتى روان صمونتها تشيز ولحم حتى حنان تشيز ولحم بس خلادين خلادين طبعا الكينج وصل شنو اللي وصل حلوة حلوة هذه أضلع أضلع شوفوا شو ناعم شوفوا وايد شو جاي تبطل منو أكثر واحدة تحب الريبس أنا روان وحنان بس في واحدة في واحدة جديدة طلعت تحب الريبس فروحة فروحة تقولك أبي فروحة تقولك أبي أوه عضت كبيرة ايوه كلتها يلا شباب لا تطلعون صوت ايه ايه بس لا تصارخون يلا بسرعة بسرعة خذوا اغراضكم هذه هدية بوبو هذه هدية بوبو غلفناها هذه هدية عادل هذه هديتكم شو هدية بوبو مغلفينها فرح فرح انتي مونكي دي مونكي تعالي يلا تعالي نزلي تعالي يلا شفت ماما ايه؟ بس تشوف زين لا قبل لا تلف روحه ودشوا داخل يلا 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 مسكوا اخذكم مسكوها اوقفوا داخل نطروني نطروني داخل زين طبعا احنا الحين مسوين المفاجأة جبنا الهدايا والكيكة من عندهم احنا مسوين كذي الكيكة من عندهم بس ما تدري بشاير متفقين يوم ها ريدي ريدي يلا 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 يلا, يلا. يلا يلا عادل شوي 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 امشي شوي شوي عشان اقدر اصور كلكم مع بعض كلكم مع بعض يلا يلا Happy birthday to you! Woo-hoo-hoo!
خايف من المفاجأة عجيبة. شنو نقول حق شنو تقول حق امكم؟ عام بخير. هذه هذه الهدايا، هذه هدية منو؟ بطل بالبيت. هذه هذه هدية ابوك. كيفك؟ ماما ماما هذه هديتي، جبتي قبل ميلادك بيوم رحنا خذيناهم. هذه هذه هديتي. خذيناهم. تبطلينهم بالبيت؟ لا لا بطلهم بالبيت. تستحين قدام الناس؟ خلاص اوكي بطلهم بالبيت. يلا يا بطلهم بالبيت. وهذه الكيكه مالتك يلا كليها قبل لا تذوب. حتى انا باكل. يلا حلو هذا الكوكي. عمبالي لذيذ. فروح هذا شنو؟ هذا شنو؟ باو. صح تبين باو؟ يلا اكلي باو. ها حلوه الكيكه؟ والله حلوه. عجيبه؟ يلا بالعافيه بالعافيه. بابا بابا ها؟ هذا الكوكيز انا ضايقه مو ضايق الكيكه. صدق؟ اي بالعافيه. مشاير ما مو قادر اصورك من كثر ما هم لاهين بالكيكه. ايه كل عام وانت بخير. انت بخير صحه سلامه العمر كله ان شاء الله. مشكورين وايد فاجئتوني استانستوا. ايه احنا ما قلناش قاعد انت بخير وكذي لاهين عنك عشان بنفاجئك. معطيني الطاف كنت. لا بنفاجئك بابا. عرفتي ولا ما ايه. ما شروا كل هذيله بابا. صح صح الميلاد مو ماما هذا حقي الحين لما حد ياكله ما حد ياكله ما لا والله والله اطلب 10 الحين وهذيل محكورين ما يقدرون ياكلون لاني قاعد اصور. يلا شنو نقول حق ماما كلنا مع بعض؟ كل عام بخير. شنو هذا شنو هذا صوتكم وايد واطي؟ كل عام بخير. مشكورين وايد على المفاجاه الحلوه استانست وايد على هذه المفاجأة. طبعاً اليوم يوم حلو وايد الكل كتب لي كل عام وانت بخير كل مكان سناب انستغرام كل مكان فمشكورين وايد وانتم بخير وصحة وسلامة واللي يكتب لي بعد تحت بالتعليقات كل عام وانت بخير وانتم بخير وصحة وسلامة. طبعاً لما أرد البيت راح أبطل الهدايا واليوم كان وايد حلو استانس لأنه في مطعم بيلي جوز وايد لذيذ المطعم وأنا وايد أحبه مكانه في بنيد القار لازم تيون وتجربونه زين واذا عندكم احد عنده عيد ميلاد كذي مثل ما فاجئوني فاجئوه راح يستانس لان الجو والمكان وايد وايد حلو حتى الستاف ونسوني يعني قمت اغني وياهم شي صار فيني عرفته فبس يعني مشكورين وايد كل قالك بالدايركت كل عام بخير الا عيالك اي عيالي ما قالوا لي عشان المفاجاه اي صح انا قايل لهم لا تقولون عبالي يعني عبالي ان شي يوم عدت شي عادي بس ماكو احد ما قال لي انتوا اللي ما قلتوا لي اي والله صدق يعني عشان المفاجاه تكمل بس ولو يعني شوي ضايقت بعدين خلاص نمت قمت نسيت نمت بس انتوا اليوم انتوا اليوم ونستوني عشان تصير مفاجاه صح ما اي صح صح يلا باقي بس الهدايا الحين تبطلينهم وتشوفين هي بطلهم بالبيت وتشوفونهم يلا بوبو شلون قاعد تطير انا جدي اطير عندي سوبر باور انت عندك سوبر باور الطير؟ ايه لا والله صدناك مو قاعد تطير قاعد تطير ها قول لي وصلنا البيت لا وصلنا البيت افسخوا وكذي بس طبعا الحين انا بوريكم هدايانا هدايانا هداياي انا هديتي لا لا هديتي انا هديتي انا زين لا هدي هو قصده هديته يعني هو اللي جايبها ايه اوكي بس انت ما سالتي نفسك هم شلون شروا الهدايا او متى شروا انا انا ولا يلا ماما شفتي شفتي يوم احنا كنا هناك بالنيوز ايه مو زين احنا لازم نروح نشتري اشياء حق الجيمين بعدين شرينا الهدايا ايه عرفت اليوم انا بطل هديه بوبو اول شيء يلا يلا نشوف هديه بوبو بوبو شنو جايب هالكبر شنو جايب ورا هديه شنو جايب ملابس جايب لك ملابس الله ناعمه هذه حلوه كوكاكولا هم نقوها كوكاكولا والله بوبو لينا هذه انا بوبو زين هي بروحها كذي ولا معاها شيء لا معاها معاها اشياء داخل هذه بعد بيجامة ناعمة هذا هذا اللي وياه بوبو كله بجايم هذه مع هذا اي هذه هذه انا قلت هذه انا قلت هذه معاها رمادي هذه
يلا شكرا بوبو. شكرا. هذه هدية روان وحنان كاتبين لك كل عام وانت بخير، نحبك وايد من بناتك الحلوين روونة وحنونة. أهم شيء حلوين. احنا الحلوين بعد هم يقولون انهم حلوين. وين روان وحنان؟ هذا شنو؟ روان وحنان على طول راحوا بدلوا. اي لان قاعد يدرسون بعد عندهم امتحان باكر. شنو هذا؟ اشوف. الله هذا. كبرت الخاتم؟ اي عادي. شنو هذا؟ سالوني كم مقاس خاتم ماما انا غششتهم. الله حلو هذه بعد. واو. اكيد مالتي احسن منهم. مالتي احسن منهم اكيد. لا تقول لها الحين، انت قلت لها انك جايب ذهب، عرفت الحين. هذا دايموند، هذا مو ذهب، هذا دايموند. عادي انا اهم شيء تذكروني، يعني حتى البجايم وايد حلوين. هديته بالنص، هديته بالنص، هديته بالنص، هديته بالنص. هنشوف هديته. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. انت تعرف الهديه ليش بتحمس؟ يلا وين؟ ماما ماما. لا خوش هنت هذا. اوه عرب، تعرف من قريت الاسم عرب. اوه شوف. الله. اوه اسود. الله. اوه عجيب. كان في الاسود ترى. كان في، انا عبالي الاسود. بعد مع كريم. الله واي ريحته كشخه، اموت على هالعطر، اموت على. ترى الفرق بين هذا وبين الاسود بس هذاك كنا عنبر وهذا ما كذي، عرفتي؟ بس شيء واحد، مكون واحد. انا احبهم اثنيناتهم، وهم مدام مع اللوشن وايد حلو، وايد حلو. خلص العطر عادل قاعد يرش. العطر غالي ترى. ما ادري لازم تحطينك تجوري. اي ادري ادري. والله تحط العطر بالتجوري؟ ايه والله. عفوا احسن هدية صح؟ ايه احلى هدية. القم بوبو، القم القم. موجود بوبو منا والله لا تقدرين. تصدقون ان الوحيد اللي ما ياب هدية حق ماما منو؟ عرف منو؟ انت فروحة. انا فروحة. انا ما يبت. تدرون ليش؟ لان انا هديتها. ياه 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 ياه. ما شاء الله. شوف وين فرح، حتى فرح قاعد تقول ياه ياه ياه. بابا نوتي صح فرح؟ فرح بابا نوتي ما ترضى لك. اي مشكلة ان عيالك ما يرضى. انا قلت لك انا ما جبت هدية لان انا هديتك. صح صح. وبكذي وصلنا حق نهاية الفلوج، لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب. مشكورين وايد وايد، واستانست وايد وايد، وانا احبكم وايد وايد وايد. اوكي وايد. ايه؟ انا استانست لاني كليت البراوني. ايه ما استانست عيد ميلادي؟ استانست. انا استانست عشان ماما استانست على هديتي. ايه وايد حلوه الهديه. استانستي اليوم؟ ايه وديناك المطعم اللي تحبينه. ايه مشكورين. بس ماما قولي الصدق، كنتي تبي الاسود ولا هذا؟ انا احبهم اثنيناتهم، بس لان انا شفت البوكس هذا عبالي الاسود يوم شفت الاسود والذهبي. عرفت انا عارف الاديسوار انا احبه، عرفت؟ فيعني بس هذا عطري انا من زمان مخلص كله ما اشتري. بابا قال اسمه سانسي. شو اسمه؟ سانسي. سناسين احسن. سانسي. سيسلي. سيسلي. شو نقول اخر شيء؟